بس في مقاطعة صغيرة نتيجة طبعا الحديث عن موضوع الإحصائيات والأرقام التاريخية، والبعض قد يعتقد أن بعض الضيوف لما بيتكلموا في الأرقام التاريخية سواء عن قصد أو بدون قصد، البعض بيعتقد أن ده بيبقى حاجة مقصودة. قد يكون في ظلة لسان يعني في مسألة الحديث عن إحصائيات البطولات الإفريقية أو الحديث عن عدد مباريات انتصارات الأهلي على الزمالك في مباريات الدوري أو مباريات الكأس. أحد الزملاء الإعلاميين كان يتكلم في هذه الجزئية واعتقد أن ممكن تكون عن قصد، لكن زميلنا أحمد ثابت المحلل هنا في قناة النادي الأهلي كان يتكلم بالأمس عن عدد من الإحصائيات المتعلقة بعدد انتصارات أو سنوات انتصارات الأهلي على الزمالك. زلة اللسان في الحديث عن مباريات الدوري أو مباريات الكأس، لكن احنا هنا بالتأكيد المهنية بتقتضي أن احنا نوضح الحقيقة ونوضح التفاصيل الصحيحة في هذا الشأن. احنا يهمنا المعلومة تكون موثقة ونتكلم فيها بكل أمانة وكل مصداقية، وبالتالي عشان نتكلم بتفاصيل أكتر في هذه الجزئية أنا بينضم لي على التليفون زميلنا المعلق الرياضي فاروق صلاح، هيتكلم عن الإحصائيات والتواريخ بالضبط سواء في انتصارات الأهلي على الزمالك سواء في مباريات الدوري أو حتى مباريات الكأس أو حتى المباريات الإفريقية واللي كانت المسار والحديث فيها بالأمس مع زميلنا أحمد ثابت المحلل الرياضي في ملعب الأهلي مع الكابتن إسلام الشاطر. فاروق أولا برحب بيك وتحياتي ليك وتحيات الكابتن ممدوح إسماعيل ليك. تحياتي لك زميلي محمد وتحياتي للكابتن ممدوح اسماعيل وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله الافريقيه للكره الطائره. عايزين نوضح، واذا كان هناك خطا غير مقصود او زله لسان في الحديث على انها مباريات القمه ما بين الدوري او الكاس، فنوضح الحقيقه عشان الناس تبقى عارفه ان احنا دايما بنهتم بالمعلومه الصادقه والمهنيه بتقتضي ان احنا بنتحدث عن الاحصائيات ايا كانت نتيجتها سواء في صالح الاهلي او حتى مش في صالح النادي الاهلي. يعني تحياتي ليك يا زميلي محمد، يعني انا باخد من كلام حضرتك ونوضح احنا دورنا من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا دايما بنعرض الارقام والحقائق بكل مصداقيه، ولما بنيجي نتكلم دايما بنقول لما نيجي نتكلم بلغه الارقام والاحصائيات ما فيهاش حياديه. يعني ما نقولش خليك محايد، لا احنا بنتكلم بلغه الارقام، والارقام دايما بتبعد كتير جدا عن الحياديه. كان اثير ان اطول فتره لا هزيمه ما بين الاهلي والزمالك كانت 37 عام في الدوري. يعني انا عايز اقول للزميل الدكتور احمد ثابت يعني كم كان رحيما بالامر ده، يعني لكن في توضيح مهم جدا ان انا عايز اوضحه، ان اطول فتره لا هزيمه ما بين الاهلي ونادي الزمالك كانت في كاس مصر وكانت بالتحديد 56 عام. تمام، كانت 37 سنة. يعني ده رقم زميلي محمد، أتمنى بس حضرتك تكتبه عندك علشان هنراجع الأرقام مع بعض. تمام. آخر فوز لنادي الزمالك كان على النادي الأهلي في كأس مصر كان بالتحديد 24 إبريل عام 1959 في المباراة النهائية. انتهى اللقاء بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. تمام. وعلشان بنتكلم بلغة الأرقام والحيادية، لا ده احنا هنقول اللي أحرز الأهداف. احرز لنادي الزمالك علي محسن وعصام بهيج، واحرز للنادي الاهلي الكابتن طه اسماعيل. ده كان اخر فوز لنادي الزمالك على النادي الاهلي في كاس مصر عام 59. النادي الزمالك ظل من عام 1959 حتى 21 سبتمبر 2015 في مصر النهائي اللي فاز فيه نادي الزمالك على النادي الاهلي في ملعب بتروسبورت بهدفين احرزهم باسم مرسي. من خلال 59 عام 59 لعام 2015 بنتكلم في 56 عام نادي الزمالك التقى مع النادي الاهلي خلالهم في 8 مواجهات. مواجهه كانت عام 1978 في المباراه النهائيه وفاز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل هدفين. احرز للنادي الاهلي كابتن طاهر الشيخ، الكابتن جمال عبد الحميد، الكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده. احرز لنادي الزمالك رحمه الله عليه الكابتن طه بصري والكابتن علي خليل. ثم التقى الفريقين في ثاني مواجهه عام 1985 كانت في دور الثمانيه، فاز الاهلي 3-2، احرز للاهلي حماده مرزوق ومحمد السيد وطارق خليل، واحرز للزمالك كوارشي وفاروق جعفر. المواجهه الثالثه كانت عام 1989 وكانت في دور الثمانيه، فاز النادي الاهلي على نادي الزمالك 2-1، احرز للنادي الاهلي ربيع ياسين وطاهر ابو زيد، واحرز لنادي الزمالك جمال عبد الحميد. في عام 1991 كانت المواجهه الرابعه في الدور نصف النهائي، فاز النادي الاهلي 2-0، احرز للنادي الاهلي الهدفين الكابتن محمد رمضان. في نهائي الكاس عام 1992 فاز النادي الاهلي على نادي الزمالك 2-1، احرز هدفي النادي الاهلي ايمن شوقي، واحرز لنادي الزمالك رضا عبد العالي. نهائي كاس مصر 2006 فاز الاهلي على الزمالك 3-0، احرز الثلاثيه عماد النحاس وعماد متعب، احرز هدفين. 2007 وده كان اخر فوز للنادي الاهلي،
في النهائي فاز على نادي الزمالك عام 2007 4-3. المباراه الشهيره واحرز المباراه الشهيره كابتن محمد متعب وتريكا والهدفين للشيخ اسامه حسني. ثم كانت اخر مواجهه كانت اخر انتصار للاهلي كان في دور ال 16 عام 2010 وفاز النادي الاهلي 3-1. كان تقدم نادي الزمالك عن طريق حسين ياسر واحرز للنادي الاهلي شريف عبد الفضيل محمد فضل ومحمد ابو تريكا. المباراه اللي اتلعبت على استاد القاهره الدولي. على بالظبط اتلعبت على استاد القاهره الدولي بالزبط. ثم لقاء اخير اللي هو كان في 21 سبتمبر عام 2015. يعني يا استاذ محمد زي ما قلت لحضرتك زميلي محمد من خلال عام 59 حتى عام 2015 التقى الاهلي مع الزمالك في 8 مواجهات فاز النادي الاهلي في 8 مواجهات. يعني بنتكلم في اطول سلسله لا هزيمه ما بين الاهلي والزمالك 56 عام بالظبط لكاس مصر. وهو كان المقصود بيها كاس مصر مش الدوري بس بالعكس كمان تكلك مده سنوات اطول كمان. بالظبط يا كابتن محمد وانا فك حاجه كمان زميلي محمد ان دي اطول مده لا هزيمه ما بين يعني ما بين فريقين بيلعبوا ديربي على مستوى العالم. ده رقم قياسي مسجل للنادي الاهلي. نخليها كلاسيكو بقى. خليها كلاسيكو. تمام. الرقم الثاني الرقم الثاني وده رقم مهم جدا. كان الدكتور احمد ثابت قال مواجهات النادي الاهلي مع نادي الزمالك في بطوله افريقيا وهو قال بالتحديد دوري ابطال افريقيا عام 2005. لكن الرقم الصحيح ان اخر اول مواجهه ما بين الاهلي والزمالك كانت عام 1994 في كاس السوبر الافريقي اللي اقيم في جوهانسبرج بجنوب افريقيا وكان انتهى بفوز نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء احرزه كابتن ايمن منصور. المباراه الشهيره اللي ادارها الحكم باتريس ماتابيلا. باتريس ماتابيلا بالظبط بالظبط زميلي محمد. يعني واضح ان حضرتك ايضا مذاكر كل الارقام. يعني احنا محتاجين بس نوثق الارقام في مصر وما نبقاش ماسكين لبعض في قصه الارقام كتير. يعني ممكن البعض وهو بيتكلم على الدوري يغلط ويقول الكاس لكن يعني الموضوع القصه بس احنا بنتكلم في مهنيه فمش عايزين ناخد الامور في سكه اهلي والزمالك عشان ما نشحنش الجمهور بالشكل اللي ممكن البعض بيعتقد على السوشيال ميديا ان احنا او غيرنا او من زملائنا ان هو دايما بيلعب على حته وتر الجمهور. القصه بس انت بتعرض ارقام تاريخيه او احصائيات بتحاول توصل المعلومه. الضيف ممكن قد يصيب قد يخطئ لكن احنا دايما بنبقى حريصين على المصداقيه والمهنيه وبنعرض الارقام الصحيحه سواء كانت ليك او عليك لان زي ما انت قلت زميلي فاروق لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل. بالظبط زميلي محمد. يعني الكلام ايضا مع الدكتور محمد العدل. الدكتور محمد العدل وضح وقال لازم نطلع ولازم نوضح ونوضح الامور بكل حياديه بدون اي تجميل. لازم نطلع نوضح الامور اكيد. فانا هستكمل مع حضرتك نقطه المواجهات الافريقيه. نادي الاهلي مع نادي الزمالك حتى الان 25 عام النادي الاهلي لم يتلقى اي هزيمه من نادي الزمالك في البطولات الافريقيه منذ فوز نادي الزمالك على النادي الاهلي عام 1994 زي ما وضحنا في مباراه السوبر الشهيره. النادي الاهلي التقى مع نادي الزمالك في 8 مرات فاز النادي الاهلي في 5 وتعادل في 3 مواجهات. دكتور احمد كان اتكلم على مواجهه 2005 اللي كانت في دور نصف النهائي النادي الاهلي فاز بهدفين مقابل هدف. هدفين للنادي الاهلي كان عن طريق عماد متعب محمد بركات وكان هدف نادي الزمالك عن طريق حازم امام. ثم لقاء الدور الثاني فاز النادي الاهلي بهدفين لمحمد بركات. وبالمناسبه طالما احنا بنتوضح وبنقول الارقام في مباراه اللي انتهت زميلي محمد بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا اعتقد ان حضرتك هتتذكرها معايا في جماهير النادي الاهلي هتتذكرها. المباراه الاولى كانت على ملعب نادي الزمالك تمام؟ على استاد الكليه الحربيه. كانت المباراه الاولى مباراه نادي الزمالك. بالظبط. بعد المباراه الجهاز الفني للنادي الاهلي فرض عقوبات على لعيبه النادي الاهلي للهدفين مقابل هدف في الوقت اللي الجهاز الفني لنادي الزمالك فرض مكافاه اجاده تمام للقاء انتهى بهدف. طيب في ارقام ثانيه يا فاروق؟ لا ده الارقام اللي هي الامرين اللي كنا حابين نوضحهم. تمام. سلسله لا هزيمه كانت 56 عام تمام في البطولات الافريقيه 25 عام لم يهزا النادي الاهلي لنادي الزمالك من عام 64 حتى هذه اللحظه. تمام. شكرا جزيلا زميلي المعلق الرياضي فاروق صلاح على هذا الايضاح وكانت نقطه مهمه جدا مهم ان احنا نتكلم فيها مع مشاهدينا.